بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي فيديو طلبتوه مني مليون ترليون مرة، مسارة علمينا طريقة تركيب الستاير داخل الدروج. هذا الفيديو من أول الفيديوهات اللي نزلت بقناتي، طبعا انتم عارفين الاسم قناتي كان منزل أملون الصغير، بعد 3 شهور غيرت الاسم خليته منزلي الصغير الدافي خلاص. فاليوم بإذن الله تعالى بوريكم طريقة تركيب الستاير، بس أول خلونا نجيب القماش وبعدين نرجع إن شاء الله علشان نركب الستاير. وإحنا رايحين كذا جولة، طبعا أنا رايحة هنا صالونة كانت صغيرة، رايحة كذا أبغى أجيب القماش وبعدين بإذن الله تعالى نجي نركب الستاير. بس قبل ما نبدأ الفيديو حطي لي لايك صغير يشجعني ويدعمني، وكمان لا تنسين تجيبين حاجة تشربينها، وبرضو كمان إذا منتي طاقة عندي اشتراك حياكي يلا عندي بالقناة، طقي عندي اشتراك تشرفيني وتنوريني. اليوم معانا قصة ومعانا موضوع صباحي أبغى أخذ رأيكم فيه، خلونا كذا نتشارك كنا بالآراء. الأمهات اللي عندهم طالبات بالمدارس، اليوم معانا موضوع تربوي حابة أني أتكلم فيه، يلا كذا على بركة الله خلونا نبدأ. اليوم أنا حابة أتكلم على موضوع يخص المعلمات وبرضو كمان يخص الطالبات بالمدارس، وما راح أتكلم على بنات الابتدائي، راح أتكلم على بنات المتوسط والثانوي. إيش يعني كلمة مراهقة؟ هل يعني كلمة مراهقة هذه الكلمة تسمح للطالبة المتوسط أو طالبة الثانوي، خلينا نقول المتوسط لأنها هي المرحلة صراحة الأعمق في مرحلة المراهقة أكثر من الثانوي. الثانوي خلاص قلتهم خلاص يبغون يدخلون مرحلة الشباب، فأحس بنات المتوسط يعيشون المراهقة أكثر. فبوجه النصيحة من هنا من مكاني إلى أي معلمة قاعدة تسمعني، عندك مرحلة خطرة اللي هي مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة مرحلة خطرة جدا جدا جدا، من أخطر المراحل اللي يعيشها الطفل. والبعض يقول هل مرحلة المراهقة لها وجود أو ما لها وجود؟ نعم لها وجود. كيف ما لها وجود؟ هذه المرحلة مرة حساسة، والمرحلة هذه مرحلة صعبة اللي هي مرحلة الانتقال من الطفولة المتأخرة إلى مرحلة الشباب. هذه المرحلة اللي يعيشها الطفل حالة متذبذبة، ما يدري هو كبير هو صغير، أشياء جديدة، يبلغ، البنات يبلغون، الأولاد يبلغون، يكتشف أشياء جديدة. هذه المرحلة ترى يعيشها المراهق مرحلة صعبة. بس عندي رسالة للأم حابة أوجهها، وعندي رسالة تربوية حابة أوجهها للمعلمات. لا تقسين على البنت بهذه المرحلة، لا تصيرين أنت وعمرها ضدها، لا تكونين أنت ضدها في هذه المرحلة، لا تكونين أنت ضدها في هذه المرحلة العمرية. بعض البنات مرحلة المتوسط تسوي أشياء خطأ، وكنا نعرف الشيء هذا، تسوي شيء خطأ بعض البنات مش الكل. على سبيل المثال فرضا لما تكون المدرسة مانعة حط مكياج، خلاص ممنوع تحطي مكياج، تجي البنت حاطة مكياج وتقوم المعلمة تدق على ولية الأمر أو تنزل بالطالبة عقوبات صعبة أو حتى أنها تهين الطالبة وتقول الطالب اطلعي برا عند الباب، أنت كذا ما تستحقين تكونين معلمة. شوفوا ترى مهنة المعلم هي مهنة تربوية قبل ما تكون مهنة تعليمية. أنا وظيفتي كمعلمة لازم أكون تربوية، أنا معلمة، أنا قاعدة أنشئ جيل، أنا قاعدة أدرس، لازم يكون عندي رسالة أخلاقية أوصلها للمعلم قبل ما أوصل الرسالة التعليمية. أنا كان عندي معلمة والله فلا أنساها في حياتي، كانت معلمتي في ثالث ثانوي، الله يذكرها بكل خير والله يوفقها، والله إذا قاعدة تسمعني وجه لها تحية من هنا، أستاذتي ومعلمتي باللغة العربية أستاذة سعودية الرويلي، الله يوفقها يا رب وين ما راحت، اسمها سعودية الرويلي، والله يا رب يفتحها بوجهها وين ما راحت، من أفضل وأجمل وأحلى المعلمات اللي مستحيل أنساها، كان لها بصمة طيبة في حياتي ما أنساها ما حييت. معلمة أول شيء فاهمة إيش قاعدة تقدم، فاهمة إيش قاعدة تدرس، معلمة فاهمة المنهج. غير كذا حببت جميع الطالبات بالمنهج، أنا كنت أدبي تخصصي، حببت جميع الطالبات بالمنهج، حببت جميع الطالبات بالمادة. لما أنت تكونين معلمة فاهمة طالباتك، تتغاضين عن بعض الأمور، تغمضين عيونك على بعض الأمور، ما تدققين على التوافه، صدقيني أنت كذا توصلين إلى قلب طالباتك. لكن لما تكونين معلمة دكتاتورية خلاص ماشية معها بنظام، أنا المعلمة وأنتم الطالبات، غلطت الطالب أرفع الجوال على طول أدق على ولي أمره. ترى في شيء بالمدرسة اسمه مرشد طلابي، إيش وظيفة المرشد الطلابي؟ ممكن تكون الطالبة تعاني قمع بالبيت،
مو كل الطالبات عندها والدين أسوياء، ولا كل الطالبات عندها والدين يفهمونها، ولا كل الطالبات عندها والدين يحبونها ويحتوونها. في بعض البنات يعيشون قمع مدرسي، في بعض قمع منزلي، تعيش عنف أسري بعض البنات، فتروح للمدرسة تحاول أنها تفرغ الشيء اللي داخلها، تحاول أنها وين تفرغه، تحاول أنها تفرغه بالمدرسة. مع الأسف بعض المعلمات ما يفهمون هذا الشيء، تعيش الطالبة في قمع، ومن تسوي الطالبة شيء على طول أمسك الجوال وراح أدق على أهلها. مرحلة خطرة اللي هي مرحلة المراهقة. شفتوا قصة الطالبة اللي ما لها فترة انتحرت؟ عرفتوها؟ الله يرحمها ويغفر لها ويجبر قلب أهلها. ليش يا بنات؟ خافت من أبوها وخافت من معلمتها لأنها كانت جايبة جوال. الجوال إيش كان فيه؟ الله أعلم. ممكن الجوال يكون مثلا، ممكن أهلها ما يدرون عن الجوال، ممكن الجوال ما في شيء أصلا، ممكن الجوال لا نسيء الظن بالبنت، ممكن الجوال أصلا ما في شيء، بس أهلها كانوا ضد فكرة الجوال. البنت قامت تترجى المعلمة وتترجى 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 المعلمة إنه لا تدقين على أهلي. البنت من الخوف آخر شيء يوم جاء أبوها وخانكها كذا داخل المدرسة ورمت نفسها بدون أي حسبان الرد العاقبة اللي سوتها أو الذنب اللي سوته. ليش أوصل طالبتي، أركز لما أقول طالبتي أو طالباتي للمرحلة هذه؟ طالباتي أنت مسؤولة عنهم، هذول برقبتك. والله العظيم يا بنات، أقسم بالله أقسم بالله، شوفوا طلع عندكم على الشاشة، شفتوا اللي طلع على الشاشة؟ هذا كان قرار تعييني مديرة مدرسة والسنة اللي كنت فيها مديرة. طبعا يا بنات أنا تركت وظيفة الإدارة والتدريس لأني تزوجت ونقلت من سكاكة. أنا كنت معلمة خاصة قطاع خاص، مديرة قطاع خاص مدارس تجديد الأهلية بسكاكة، أنا كنت مديرتها. خلاص جاني تزكية من زميلاتي إنه أم سارة تصير مديرة. خلاص أنا ما كنت متزوجة وقتها، الهام تصير مديرة. إيش اللي صار يا بنات؟ أنا كنت وقتها معلمة الثالث لغتي وقرآن، وكنا يا بنات قاطعين بالمنهج تقريبا شهر شهر ونص، وأنا حيل متعلقة في طالباتي، حيل متعلقة في طالباتي. شو قلت للمدير؟ قلت لا تفرغيني من لغتي، فرغيني بس من القرآن. عشان تخيلوا، كنت أطلع من الإدارة أدخل على بناتي أعطيهم فصل لغتي وحصة لغتي وأرجع الفصل. ليش يا بنات؟ ما أبغى أثر على نفسيتهم. لين خلصوا ثالث، كانوا ثالث ابتدائي وكانوا حيل متعلقات فيني، ما بغيت اني انقل ان اجيب مدرسه ثانيه لهم وتتعب نفسيتهم. قلت بس فرغوني من القران، خلوني معاهم، بس لغتي اصلا تخصصي عربي كان، فقلت خلوني بتخصصي معاهم. فهمتوني؟ ما بغيت اثر. ليش؟ بناتي هذولا، انا ما اقول هذولا طالبات، اقول هذولا طالباتي، هذولا بناتي. لازم يكون عندك شيء اسمه احتواء، احتوي بناتي، احتوي طالباتي. بعض المعلمات ما تستحق لقب معلمة، مع الأسف تحسونها جلادة على البنات، ماشية معاهم نظام دكتاتورية. في رسالة بوجهها هنا، أرجوكم رفقا بالطالبات اللي عندكم، احتووهم كأنهم بناتكم. إذا الغلط تكرر حسيت أنه ما فات، دقي على ولي الأمر. غلط تافه ما يسوى، ما في داعي تدقين على ولي الأمر، احتوي أنت السالفة كمرشدة طلابية، أنت وضعتي هنا بالمدرسة لحل مشاكل البنات، مو للقسوة عليهم أو معاملتهم بعنف أو معاملتهم خلاص أبغى أرميكي على أهلك وبالطقاق. لا، لازم تحتوين الطالبات، لازم. هذا كان موضوع اليوم، يا رب كان الموضوع عجبكم، ويا رب استفدتم من الموضوع، ويا رب رسالتي البسيطة وصلت. الموضوع ما كان، الفيديو ما كان طويل أنا عارفة، لكن أتمنى يا رب تكون الرسالة وصلت. أكيد معاي لكم قصة لليوم، تعالوا كذا على بركة الله نسمع قصة اليوم، ويا رب أن القصة تعجبكم، ويا رب أن القصة تجوز لكم. وإذا حبيتي هذا المقطع اللي أنا قدمته بالبداية، لا تنسين تشيرينه وتشاركينه بالواتساب إذا حسيت أن الموضوع تربوي يستحق يا بنات أنه يصل لكل المعلمات وكل رائدات الفصول تحديدا، لأن رائدة الفصل تكون هي المسؤولة عن الفصل، أو هي المسؤولة عن الطالبات، وقد تكون لهم بمثابة الأم. رائدة الفصل تكون مثابة الأم، بمثابة الأم، لأنها أكثر من يقضي الوقت مع طالبات الفصل. خلاص يا بنات، يلا كذا على بركة الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بقصة اليوم. طبعا هذا الفيديو يا بنات ما له علاقة بالفيديو اللي بينزل بالليل، الفيديو اللي بينزل بالليل روتين. غثيتكم بالروتينات علشان بتقولون ما تسوينا روتينات، روتين جامد، روتين قوي. فيديو بكرة أخيرا مشترياتي من تيمو علشان نبدأ نزين المطبخ. أنا واقفة المطبخ ومتجهز الحين، بتشوفونه معي بإذن الله تعالى بالفيديوهات القادمة. يلا كذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ قصة اليوم، وكمان تستمتعون. تعالوا خلونا نعرف إيش قصة طريق السفر وإيش قصة أصدقاء الطريق. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان حتى كان في مجموعة أصدقاء لاهين بالدنيا ولاهين بالحياة الدنيا ولاهين بالمعاصي ولاهين بالذنوب. ما فيهم واحد يصلي، ما فيهم واحد يركع، ما فيهم واحد يستغفر،
حاسبين انه الدنيا دايمة لهم وانه الموت بيستناهم لحدات ما يتوبون. في يوم من الايام قرروا انهم يسافروا، اجتمعوا مع بعض وقالوا خلاص خلونا ناخذ سيارة واحدة ونسافر فيها مع بعض، احسن ما انه ننقسم على كذا سيارة يعني. فوافقوا الشباب وجاء اليوم الموعود، حطوا اغراضهم، حطوا شاهين ومكواتهم وركبوا مع بعض بالسيارة وكانوا متوجهين إلى مدينة الدمام. على الطريق اللي يسولف واللي يضحك واللي ينكت كانوا طالعين من الرياض إلى الشرقية خلاص، وبين الرياض والشرقية تقريبا 300 وشوي إذا الذاكرة ما تخوني. وهم قاعدين بالسيارة يستنون أول لوحة تطلع لهم عشان يشوفون كم باقي على الشرقية. طلعت أول لوحة إلا مكتوب الدمام 300 كيلو. قالوا يلا باقي 300 كيلو ونوصل. واحد منهم طالع فيهم كذا قال أنتم متأكدين من اللي مكتوب؟ قالوا إيه متأكدين، مكتوب الدمام 300 كيلو. قال والله إني أشوفها مكتوب جهنم 300 كيلو. قالوا يا رجال استهدي يلا، وش اللي 300 جهنم 300 كيلو؟ مكتوب الدمام 300 كيلو، أنت مجنون ولا منت نايم زين ولا عقلك في وشة؟ مكتوب الدمام 300 كيلو. فالرجال أجزم وحلف لهم أنه شاف اللوحة مكتوب عليها جهنم 300 كيلو، وقعد على أعصابه يستنى اللوحة الثانية تطلع. وبالفعل هو يطالع كذا طلعت اللوحة الثانية، كان يترقبها من بعيد يبغى يشوف بالضبط إيش مكتوب عليها. قالوا يلا باقي على الدمام 200 كيلو. هو صرخ بينهم قال مستحيل، ما تقرون اللي على اللوحة؟ اللوحة مكتوب عليها جهنم 200 كيلو. قالوا يا رجل انت مجنون، من صاحي؟ كنا شفناها مكتوب الدمام 200 كيلو. وصاروا يضحكون عليه، قالوا يا انه ماخذ حاجة، يا انه مشبعان نوم، يا انه عقله في وشه. هو الرجال بدا يخاف وخذ الامر خلاص على محمل الجد، لانه قاعد 100 كيلو على اعصابه يستنى اللوحة. يعني اول مرة قال ممكن اني غلطت، ممكن فيني شيء، بس المرة الجاية الثانية لا خلاص شافها مكتوب جهنم 200 كيلو والعياذ بالله. تموا ماشيين بالسيارة وهالرجال يتلفت مرة يمين ومرة يسار يستنى اللوحة تطلع علشان يقطع الشك باليقين ويشوف كم باقي على الشرقية. قال أول مرة ممكن تكون مشت، ثاني مرة ممكن تكون مشت، ممكن يكون سهر، تعب، نوم، ماني شايف زين، البعد، ماني مركز. حط نفسه ألف عذر وعذر رغم أنه كان جازم وشاف بعينه ومتأكد أنه كان مكتوب جهنم مو الدمام. فلما قربت اللوحة الثالثة من بعيد هم يطالعون فيه يستنونه يتكلم يبغون يشوفون إيش يقول. فلما مر من عند اللوحة إلا مكتوب الدمام 100 كيلو، فطالعوا فيه قال وقفوا وقفوا وقفوا، والله إني شفتها جهنم 100 كيلو، وقفوا. قالوا يا ابن الحلال والله مكتوب الدمام 100 كيلو. قال أقولكم وقفوا، والله ماني مكمل معاكم الطريق. فقالوا وين تنزل؟ طريق سفر وهذا طريق خط، وين تبغى تروح بنص الطريق؟ استهدي بالله وقل لا إله إلا الله، هذا طريق سفر يعني، وش اللي جهنم 100 كيلو 300 كيلو؟ فالرجال رفض تام إنه يكمل معهم الطريق. قال يا تنزلوني بالطريق الحين ولا بفك الباب رمي حالي. وقفوا السيارة، وقفوا السيارة علشان الرجال ينزل. وفعلا صفطوا السيارة على جنب ونزل الرجال وهو عقله زي الممزوع، لأنه 3 مرات يعني، أول مرة ممكن تعبان، ثاني مرة، ثالث مرة، مستحيل أنها تتكرر أكثر من مرة ويشوفها جهنم. أول مرة 300، قاعد يقرب في شيء، قاعد يقرب عليه بس ما هو عارف إيش هو. حطوا بنص الطريق، قالوا نروح. قال روح له، كيف ترجع؟ قال أنا أدبر حالي خلاص روح له، أنا ماني رايح الدمام. يا ابن الحلال وصلنا ما بقي إلا 100 كيلو، كيف ترجع؟ قال أقولكم روحوا، أنا ماني داخل الدمام، أنا أبغى أرجع. فقالوا خلاص كيفك، شغلوا السيارة وقالوا هذا مجنون ولا بعقله شيء وراحوا. وتم هو واقف على الطريق وهو مرتبك ومرتبش من الموقف اللي شافه، وعرف إنه في شيء مو طبيعي لأنه متأكد 100% أنه قراها جهنم 300 كيلو، جهنم 200، جهنم 100. هو واقف على الخط، خط الرجعة، خط الرجعة حق الرياض،
وتوقف لكم ذيك الشاحنة الكبيرة ويأشر ويأشر. بعد ما أشر سيارات كثيرة ما حد وقف له، وقفت آخر شيء هذه الشاحنة، كان بها عامل من الجنسية الهندية، وقال له أباك ترجعني معاك للرياض، قال له اركب. وبالفعل ركب مع العامل بالسيارة الشاحنة علشان يرجع للرياض. هو قاعد مع العامل، إلا العامل يفكر ويهوجس وفي كآبة على وجهه، وجهه مو مضبوط. فسأله هذا الولد، قال له بك شيء؟ وجهك مو زين يعني، صاير في حاجة في شيء؟ فقال العامل الهندي توي وأنا جاي من الطريق قبل ما أخذك، في سيارة على الشارع الثاني من السيارات اللي رايحة للشرقية قلبوا، والسيارة تهشمت تهشيم، وكل اللي داخل السيارة كذا مرمين على 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 على, على الشارع، كلهم توفوا. فقال لا إله إلا الله، وعرف أن الله سبحانه وتعالى أعطاه فرصة ثانية علشان يعيد حساباته مع رب العالمين. ومن يومها الرجال لا يقطع فرض ولا يروح المعصية ولا يروح الذنب. إيش هي الخبيئة اللي كانت بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ عشان الله سبحانه وتعالى عصمه على المعاصي، أمرها إلى الله ما ندري، والعمدة على الراوي والعمدة على اللي قال القصة الأساسية ما ندري، ما علينا القصة كذب ولا صدق، ما مو مهم. المهم أنه ناخذ الحكمة اللي بالقصة ونعرف أنه الدنيا ما هي دائمة. شوفوا كيف رب العالمين عطاه فرصة جديدة، ممكن يكون قلبه حي، ممكن يكون لما يسوي معصية يندم، ممكن يكون لما يسوي الحاجة هذه عنده تأنيب ضمير بالليل، ما ندري. لكن الله سبحانه وتعالى عطاه فرصة جديدة، الدنيا ما هي دائمة لنا، ولا حنا مخلدين بالدنيا، ولا أحد فينا مخلد، كنا بنموت. لأن الدار اللي حنا فيها ما هي دارنا الحقيقية، هذه دار نجمع فيها عبادات، نعمرها بالخير ونروح منها. فأحسنوا أحسنوا تعمير الأرض، وأحسنوا العمل الصالح اللي تتزودون فيه للدار الحقيقية. كل اللي راحوا قبلنا من الأموات رحمة الله عليهم راحوا قبلنا، سبقونا للدار الآخرة، سبقونا للدار الحقيقية، وحنا راح نلحقهم كمان. فنحسن العمل للقاء الله سبحانه وتعالى واللقاء ذاك اليوم. هذه كانت قصتي، أتمنى من كل قلبي أنها كانت خفيفة عليكم. إذا عجبتك قناتي طقي عندي اشتراك، وإذا حبيت الفيديو ادعميني بلايك. كذا نقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.